اليوم الرمضاني 4 وجبات مش وجبتين. جرت العادة والاعتياد على انه فطور وسحور، ولكن لكي يكون الغذاء في شهر رمضان غذاء بطريقة صحية وبنمط صحي، بنقول من فضلكم 4 وجبات فطور تمهيدي وهو يعقب المغرب مباشرة، ويكون قاصر على نوعين السوائل، السائل السكري والحساء الدافن، ثم فطور رئيسي وده يعقب الفطور التمهيدي بنص ساعة. بعد الفطور التمهيدي اللي عايز يصلي، اللي عايز يكمل تحضير فطار، يبدأ بعد كده الفطور الرئيسي. وده في الحالة دي أنا بخش على الفطور الرئيسي بلا نهم، وأقدر أطبق عليه الوجبة المتكاملة بتاعتنا، إن أنا يكون فيها مصدر للنشويات مقبول، لأني أوريدي كسرت الجوع، ثم مصدر بروتينات مقبول وصحي، ثم الطبق الثالث وهو السلطة الخضراء اللي عادة بتتعمل وما بتتاكلش لأن ما بيكون لهاش مكان، لأن المعدة بتكون اتملت من الطبقين الأولين النشويات والبروتينات. ثم الوجبة الثالثة هي وجبة بينية يتوسط زمنها ما بين الفطور الرئيسي والسحور، وهي وجبة الحلوى يوم والفاكهة الطازجة يوم بعدي بالتناوب، ثم الوجبة الرابعة السحور. خلينا نقول من الحاجات اللي بتعتبر سلبية عندنا اننا بنحرص على استهلاك المخللات وبكثرة كتيرة جدا، ايضا الاغذية المركبة. فعايزين الاغذية المركبة اللي هي طواجن والحاجة على حاجة على حاجة عشان تطلع لي صنف واحد، من هنا بتكون مشكلتين بيقابلونا، كثرة المخللات والملح والزائد السكريات، ثم الأغذية المركبة. عشان كده بنقول يا ريت نقنن أو يختفي الكلام ده من موائدنا. من الحاجات المهمة اللي تكون موجودة اللي عادة ما بيكون لهاش مكان، إذا كان ليها مكان على السفرة ما بيكون لهاش مكان جوه معدتنا، وهو طبق السلطة الخضراء. وبنأكد خماسي الألوان. ليه خماسي الألوان؟ عشان يغطي لي كل قطاع الفيتامينات، قطاع المعادن كتير، الألياف النباتية، المركبات العضوية زي الفلوفونويدز اللي من غيره الزنك ما ينفعش يخش جوه الخلية عشان يدعم المناعة، ثم الإنزيمات، ثم الهرمونات الطبيعية الرائعة، شغل ربنا. عشان كده بنقول طبق السلطة الخضراء من الحاجات اللي ينبغي تكون موجودة. يبقى على قد ما نقدر هنقلل الحلوى والمخللات والأغذية المركبة، والحاجة اللي هنمنشيل دول ندخلها ونحرص عليها طبق السلطة الخضراء اللي بنسميه طبق سلامة العمليات الحيوية.